مقبرة بدون نقوش على جدرانها، وبداخلها مجموعة كبيرة من اللقى الأثرية المتنوعة، والتي تشمل عدداً كبيراً من القطط المحنطة، بعضها كبير الحجم. اكتشاف جديد للبعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة سقارة، أعلن عنه وزير الآثار في مؤتمر صحفي بحضور عدد من خبراء الآثار المصريين والأجانب ومسؤولي الوزارة. ما يميز خبيئة اليوم؟ اللي أنا برضو مصر أسميها خبيئة التماثيل والمومياوات للحيوانات والطيور المختلفة، ما يميزها ثلاث حاجات مهمة جدا. واحد، أكبر جعران حجري في العالم، والحاجة الثانية، أجمل تمثال للإله نيت من خشب الأبانوس. ثالث حاجة، اتلقى حيوانات كتيرة جدا، منها القطط، منها الصقور، منها النمس، لكن أنا بتكلم النهاردة على موميتين. البعض قال لا دي تشيتا، والتاني قال لا فهد. بتمنى ان المتحف الكبير يفتح علشان ياخد كل ده، وبتمنى زي ما الدكتور خالد قال ان هو يكون في كل مكان في متحف في مصر وكل محافظة، لان الحقيقة مصر لسه ما اكتشفناش حاجة رغم كل الاكتشافات والكنوز اللي حصلت. ده بيأكد حضارة مصر وثقافة مصر وتاريخ مصر وعلم المصريين. مدينة بوباستس أو تل بسطة، والتي كانت مركز عبادة المعبودة باستت ابنة معبودة الشمس رعا، التي كانت تصورها الرسومات على شكل امرأة لها رأس قطة، لذا تعد باستت معبودة الحنان والوداع، وارتبطت بالمرأة ارتباطا وثيقا. الشغل يعني نقدر نقول انه بيتم بحساسية شديدة، لان ده طبعا أثر، فلازم اللي شغال بيكون في وعي، في إدارة تمام، في عمال فاهمة هي بتعمل ايه. مش اي عامل يشتغل في حفاير اثار ويطلع اثر، ممكن وارد ان هو شغال يكسر اثر يعمل اي حاجه، مجرد خدشه طبعا بيشوه الاثر، فلازم الشغل بيكون بحساسيه شديده، ولازم يكون راجل فاهم اللي شغال في المكان. من خلال شغلنا في الموقع، من خلال تعاملنا مع عمال من فتره طويله، فبتبقى عندنا خبره في العمل، وعندنا خبره في العامل اللي هو عنده خبره اللي يقدر يساعد معانا في العمل في الحفاير. وتستمر البعثة المصرية للآثار بالاكتشافات الجديدة في العديد من المناطق داخل مصر مثل الأقصر ومنطقة سقارة وغيرها، ليصبح الاكتشاف الأخير هو الحلقة الأحدث في سلسلة حلقاتها. عمرو عبد الحميد، الحاليوم.